أكد المتحدث العسكري العقيد تامر الرفاعي أن القوات المسلحة ستحيل مزاعم هشام جنينة بشأن الدولة وقيادتها لجهات التحقيق المختصة. وقال بيان للمتحدث العسكري إنه في ضوء ما صرح به المدعو هشام جنينة حول احتفاظ الفريق مستدعى سامي عنان بوثائق وأدلة يدعي احتواءها على ما يدين الدولة وقياداتها، فضلا عن تهديده بنشرها حال اتخاذ أي إجراءات قانونية من قبل المذكور، فإن هذا الأمر يشكل جريمة تستهدف إثارة الشكوك حول الدولة ومؤسساتها في الوقت الذي تخوض فيه القوات المسلحة معركة الوطن في سيناء لاكتذاذ جذور الإرهاب. وأكد الرفاعي أن القوات المسلحة ستستفت الحقوق التي كفلها لها الدستور والقانون في حماية الأمن القومي والمحافظة على شرفها وعزتها.